نحن في شغل الندوة الختامية لمشروع قافلة أفاق للتحسيس بحقوق أشخاص ذوي الإعاقة. هذه القافلة التي جابت مختلف أقاليم جهة العنسق الحمراء، حيث تم تكوين تلاميذ وطلبة الثانويات في مواد الاتفاقية الدولية وتعريفهم بحقوق أشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة سوف تعرف هذه الندوة العرض الرسمي لفيلم فتح الأبواب، وهو فيلم إنتاج جمعية أفاق التأهيل ودمج الأشخاص في وضع الإعاقة. هذا الفيلم الذي يتناول حقوق الأشخاص هذه الفئة ويتناولها من المقاربة الحقوقية، كذلك يبين المعاناة اليومية لهذه الفئة التي قد لا يتنبأ لها الإنسان أو المواطن بين قوسين العادي. فنحن من هذا الفيلم نريد أن نحسس أكثر بحقوقهم ونبين أنه لا بد من احترام هذه الحقوق من أجل فتح الأبواب لهم، من أجل المشاركة الاجتماعية في جميع مناحي الحياة. نظمت الجمعية اليوم ندوة اختتامية لأشغال مشروع قافلة آفاق التحسيسية. هذه القافلة شملت جميع مدن جهة العيون الساقية الحمراء الخمس. تخللت هذه القافلة دورات تكوينية في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض فيلم الأبواب المفتوحة كعمل تطبيقي خلال الدورات التكوينية. خلال هذه الندوة الاختتامية تطرقنا إلى أولا عرض تقرير تركيبي حول مكونات المشروع، وأيضا عرض الفيلم الرئيسي الخاص بفتح الأبواب، وهو فيلم يسلط الضوء على قضايا ومعاناة أشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع. استهدفت القافلة طلاب وتلاميذ ثانويات المدن الخمس بجهة عيون الساقية الحمراء بهدف إذكاء الوعي لديهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.